Hey everyone, انا في الاول يعني قبل ما اقدم نفسي شكرا جدا 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 لدعمكم ليا. I'm so grateful for what you did, for your supporting, for following me, for appreciating me. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. I'm so happy. لا مش happy. I'm so excited. يعني I'm over the moon اساسا. يعني ده تعبير عن الفرحه. يعني من كتب انت فرحان حسين انت طالع من القمر excited, يعني حماسة تخلي دمك كده وحاسس الفرحة انت مش عارف تسيطر عليها. فشكرا جدا 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 لدعمكم وان انتم شايفيني حاجة مختلفة. لازم ابطل اتحرك شوية في الفيديو. المهم يعني قبل ما ابدأ يا رب تكون الكلمات واضحة. كبرت خطي. المهم هاي معاكم بسايل خليفة بسايل. طب انا اكتبه احسن عشان انا ارتاح. اهو بصوا بسايل خلاص كده مش حابه ولا ايه؟ مش حابه بسايل بكتب لكم الانجليش بقى واضح يا سكسن. يعني المهم النهارده بقى قلت ايه؟ يلا answer on HAY. يعني how are you؟ قبل كده خدنا كذا طريقه ال how are you كانت formal و in فورمال. النهارده بقى عايزين نرد بقى. هنرد ازاي؟ في بقى كذا طريقه. يعني اكيد احنا مش كل يوم بنصحى تمام, مش كل يوم بنصحى فرحانين, مش كل يوم بنصحى بنفس المود اللي احنا فيه. هم نفس الشيء زينا والله. انا بس عايزه افهمكم ان هم زينا, بيحسوا زينا, بيتخانقوا زينا, عندهم مود زينا, مش مختلفين عننا بحاجه. هم بس ماشيين بحاجات احنا اتعودنا ان احنا نرميها. Yeah, I'm ready for tomorrow. أنا جاهز لبكرة. اللي هو بيديك بقى حماسة كده وانثوزيازم كده إن أنت تبقى جاهز لبكرة. فهو إن شاء الله أكيد في خير يعني. I'm happy. ما أقول I am happy وتسكت؟ يعني مش فاهمة. I am happy ليه؟ ها؟ ليه أنت happy بقى؟ I am happy because today I am going to take my prize. And هون تاخد الجائزة بتاعتي. Or I am happy because I am traveling. أنا مسافر فأكيد أنا happy. أي حاجة بعملها for fun and happy. أكيد يعني. I have been better. والله أنا كان حالي أحسن من كده. سبحان الله ما كنت. I am okay, not bad. اهو ده بقى سخيف. ده اللي هو تعمل الايموجي ده. تمام. Same old same old. يعني نمت فيه صحيت فيه ما بتغيرش. Same old same old. وهو اللي بننامه فيه نصحى فيه. دي مقولة مين؟ الأم المصرية. متغيرش. Give me and I will be super. Give me بقى أي حاجة أنت تحبها. Give me chocolate. Give me a ticket to Disneyland. Give me anything you love, I love, and I will be super. يعني اديني أي حاجة أنا بحبها. يعني بالنسبة لي أنا give me chocolate and coffee. والله أنا هبقى تمام. بس كده. ولازم الكوفي تبقى black. Without sugar, without cream. Can't wait for the weekend. شدنا استنى جس نهاية الأسبوع قربت. Yes. لو أنا مش هعمل كده طبعا أنا مش شغل. Okay. Who are you? Imagining myself. وبتدي بقى العمق يطلع. العمق بقى. أنا فيلوسوفر بقى. أنا فيلسوف. وعميق بقى. أنا بقى بتخيل نفسي وأنا إيه. Imagining myself as an astronaut. أنا بتخيل نفسي ده بقى واحد في لالاند عايش في المهوي. أنا مثلا أنت عامل إيه؟ Imagining myself flying to the moon. مسافر للقمر. تمام خليك بقى كده على جنب. يلا. In need for some peace or quiet. دي بقى بتقولها الأم لما أطفالها بيجننوها. أنا نفسي في شوية هدوء. شوية كده سلام نفسي عشان ارتاح. شايف الحاجة دي يا عيني تفتكروا بتلاقيها؟ ابسط الحاجات دي.
I'm wondering how are you. دلوقتي واحد بيسألك وانت مش عارف تتكلم او مثلا مش عايز تتكلم, انت وقتها اللي بتدفع لي. I'm wondering, انا بتسأل how are you, انت بقى اللي عامل ايه. بس نيجي هنا, ها, do you want the short or the long story؟ انت عايز القصة القصيرة ولا خاصة فيها ولا عايز الطويلة؟ عشان وجع دماغ مش عارفة يعني. والله عارفة احنا بنقول الحاجات دي كلها مش معلومة بالانجليزي. Trying to stay alive, بجد انا بحاول ان افضل عايش. اللي هو ده بقى خلاص جاله depression كده من كل حاجة حواليك, اكتئاب وخلاص بقى. اللي هو فعلا بيحاول يحافظ على هدوءه النفسي وما يقتلش نفسه. Better now that you're here. يبقى البنات اولاد بيقولوا خطابهم حبايبهم. مش حبايب يا جماعه, يا اما خطيبك يا اما جوزك. مفيش حاجه اسمها حبيبه كده, مفيش من الكلام ده, غلط على فكره. المهم دي مش حلقه نصائح يعني. المهم يعني تقول له انا بقيت كويس دلوقتي طالما شفتك. اللي هو لو مش عارفه ايه فالمرض هيروح. لا ابسولوتلي, خد ده وانت تخف, مش حاجه بتحصل زي كده. Want to get away, انا عايزه اهرب من المكان ده, عايزه اهرب. واحد بقى داخل عليك انت في الشغل مش لاقي نفسك بقى تحشت. مالك يا ابني في ايه؟ انا عايزه اهرب, عايزه امشي من هنا. How are you having the lazy؟ بالنسبة لهم هما كانوا هيقولوا the lazy someday, يعني يوم الحد الكسلان. أنا بصحى بقى براحتي متأخر. لكن إحنا عندنا بنصحى متأخر إمتى؟ يوم, ها صح, فرايدي يوم الجمعة. وبرضه ما بتحصلش, بصحى بدري برضه. والله؟ I am feeling grateful, يعني أنا ممتن. ممتن لإيه؟ I'm grateful for Allah for His all blessings on me. And then كل نعم ربنا. I'm blessing for my mom because I see her every day. I'm grateful for my friends that they're in my life. يعني أنا حاسس إن أنا ممتن وحاسس بنوع من أنواع الرضا والسعادة جوا نفسي إن أنا إن في حاجات كتيرة أوي نعم في حياتي وأنا مقدرة. Or I'm feeling great. أنا حاسس بإحساس عظيم كده. I'm very well to be. I'm already. بالصراحة يعني أنا كويس جدا. لو بيقولك أنا بالصراحة أنا كويس جدا ده بيكذب. لو بيقولها بالطريقة اللي أنا بقولها بيها بصراحة كده أنا كويس, أنا كويس جدا جدا بقى. ليه بقى لما تبقى إيه في واحدة راح تنكر على خطيبها؟ مالك يا بنتي في إيه؟ لا أنا تمام, أنا تمام قوي. لا بصراحة تمام. تعرف إن في بعديها؟ لكن وش ومحمد عرف كده. يلا planning. بدأنا نخطط اهو. Plan for the following day, انا بخطط اليوم التالي. لو زي plan for tomorrow, ايه هي ازاي كتبتها مش عارفه. المهم يعني enjoying weather, والله انا بستمتع بالهواء والجو. يعني انا كده قاعد كده على الكورنيش كنت بقول على سور البحر, يعني ما اعرفش يعني ايه الكورنيش اساسا. قاعد كده وانت كده حاطط رجلي عليك, الواحد بيستمتع كده وبص للناس رايحه جايه وانا معطيين ظهري واقعد اتفرج على البحر والجو كده. احساس رائع. Enjoying the weather. Just finished presentation. والله انا لسه مخلص دلوقتي حالا البرزنتيشن بتاعي بقى, سواء في الكوليدج سواء في الفاكولتي سواء في الورك. تمام كده. المهم ان اي حاجه من دول هم بيتكلموا زينا. انت تمام؟ اه انا تمام. انت مش تمام؟ انت مش تمام. فاش كنت اقول I'm fine thank you. انا كويس. I'm fine thank you. I'm fine. ايه الملل ده؟ اوقات بيبقى الشخص قدامك عايزك تستهل في الحديث, يعني تزود, فبتبقى حلو ملل قوي. انت بتوصل له ان انت بتقطن او بتقطع الكلام مش عايز اوصله له. ف so you have to be cool كده زي ما انا بعملها cool. You have to be a great one. يا رب يكون الفيديو ده فاتكم. شوفوا المرة الجاية هعمل لكم حاجات مختلفة إن شاء الله. برضه نسيت أقرأ الستوري للأطفال. See you next time. Bye.